اهلا وسهلا، السلام عليكم. شو اخباركم؟ كيف دايرين؟ كي دايرين مع هذا البرد؟ كنت ما شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير مع فيديو جديد ان شاء الله. لاول مره كتشوف القناه ما ترددش انها تشترك وتفعل الجرس باش دائما يوصلوها جديد فيديوهات ديالي. البنات اللي ما كيوصلكمش الاشعارات قالوا لي حتى كنقلبوا عليك، حتى كندخلوا نقلبوا عليك. حاولوا انكم ديزاكتيفيو الجرس وتعاودوا تردوه، اولا ديزابوناو وتعاودوا تابوناو وفعلوا الجرس. سينو كل صباح كنحط فيديو، دونك لان الاشعارات بعد شي مرات ما كيوصلهمش يوتيوب عادي. هادشي اللي بغيت نقول لكم مع فيديو جديد ان شاء الله. لا فيديو ديال هذا النهار في خاطر البنات اللي كيقولوا لي اسماء روتينات روتينات روتينات، وفي نفس الوقت عاوتاني الفيديو في خاطر البنات اللي تيقولوا لي اسماء الفلوغات الفلوغات الفلوغات. المهم درت لكم خاطر لكم بجوج بيكم. وبالنسبه للبنات كذلك اللي كيقولوا لي اسماء ما تطوليش الفيديو، حاولت انني نديرو قصاور شي شويه. المهم ماشي قصاير، ولكن ما حاولت اني ما نديباسيش واحد 22 دقيقه 23 دقيقه. المهم المهم البنات هاد النهار غادي ندير معكم داكشي اللي درتو في نهاري، وفي نفس الوقت كملت لكم الفلوغ في الزنقه بالنسبه للبنات اللي كيبغيو كيقول لكم لي فلوغ. والبنات في الانستغرام كلهم كنقول لهم درت لهم تما تقريبا هكا واحد البوست قلت لهم شو تبغيو تشوفوا الاكتايه، كيقولوا لي روتينات روتينات مع هذا البرد حفزينا. انا خاصني يحفزني في البرد ماشي غير نتوما بوحديتكم. البرد كيحتاج تحفيز وكيحتاج المانطا اختي، المانطا الواحد يدير عليه المانطا ويتكون. لينا فريمون كاين السميق ليد البرد، كاين الموت ديال البرد، ولكن هذا وقته ما عندنا ما نديرو. وجا في المغرب في المملكه كامله، يعني جا هذا البرد قاصح، ماشي يعني غير في مناطق مختلفه، راه في المملكه كامله كاين البرد، ما عندنا ما نديرو. كي قلت لكم هذا هو وقته، الله يعطينا على قد النفع ويعطينا الشتيوى على قد النفع. وهذا ما كان، كي قلت لكم يا لالا صحابات الروتينات يلاه لي لايك ديالكم، وصحابات لي فلوغ لي لايك لي لايك ديالكم، وانا درت لكم خاطركم بجوج بيكم. انا كيف ما كتشوفوا من بعد مشيت كانت واحد الفجيوه هاد النهار، صراحه ما طاحت لا شتا لا والو. وان فوا شفت الفجيوه وشفت الشميشه خرجات وداكشي، شنو قلت غادي نمشي يا لالا ونطلق بعدا لا ماشينا لافي ونزول عليا الحوايج، لان فريمون عندي عرمه ديال الحوايج. دونك طلقت الماكينه الوانات وخليت البيض بوحديتو حتى لغدا ان شاء الله، الا كانت عاود شي فجيوه عاد نطلقو. ايوا صافي طلقته هو الاولاني، ودرت فوق مني هاد شكي عيطوا لها الصبانيه ولا ما عرفتش عيطوا لها، ديال البنات ديال الشمال، هاد الفوطه ديال الشمال ما عرفتش يقولوها لها الصبنيه ولا ما عرفتش يقولوا لها. المهم انا كانت جاتني هادي خلاص كادو عند واحد تطوانيه، ومشيت حليت الماليه وانا كنلقاها ونقول والله حتى ندوزها عليا، لان فريمون كاين البرد البرد البرد. ومي كتكوني هكا لابسه بينوار ولا شي حاجه ما تقدريش انك كدوري في خاطرك، واما واخا كدوري كتصهدي من بعد كتمشي كتزولي، مي كتجلسي كتمشي كتزولي تما فين كتاكليها بالبرد. واخا زعما الصراحه هاد الوقيته راه فيا البرد، ولكن قلت ماشي مشكل غادي نبدا بها، راه غادي نسخن مع الشغل. وهي هذيك درتها عليا ولكن فريمون سخونه، كتخلي النص يبقى سخيخ ما كتحسيش بصفه نهائيه بالبرد زعما الصراحه. ايوا هي هذيك، ومشيت كندور شغالاتي، مشيت جمعت بعدا بيت النعاس، لان كي قلت لكم الصباح صباح الصباح هو خصني ضروري نقادد شويه. كاين نهارات لي والله ما كيكفيني الوقت انني ما كيكون عندي خروج وداكشي، ما كيكفينيش كاع الوقت فاش الوقت اللي نجمع هكا البيوت. بعد شي مرات والله الا كنخليهم هكذاك، ولكن اليوم مع بديت هكذا من الصباح شنو قلت، قلت غادي نقاد الدنيا كامله عاوتاني باش الدنيا تكون هكا عندي مرصيه، مع سيرتو انني غادي نخرج ملي كتدخلي للدار كتلقايها مرونه كديرونجي. دونك قلت شنو ما شنو نقاد بعدا ونجمع المسائل كامله، وما كتعرفي الباب شنو غادي يطلق عليك. والله العظيم ما عرف يمشي شي حد ما نعرف، كتحشمي كيجيب لك الله بحالي، لا راه دائما دارك مرونه ما عمرها ما كانت مقاده. ولكن والله الا بعد شي مرات انا كيطلع لي الزعف، ما كنصوب حتى شي حاجه، كنخلي بابا هكاك كذب عليكم. انا ورشوق بعدا انا مع شغالي، انا ورشوقي مره نجمع مره ما نجمعش، مره نقادد مره ما نقادش مره. المهم انا على حسب انا وكانتي، حيت انا مولات الكانه عندي بحالي، خليها لي تحت في لي كومونتير. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي عرفتي شحال من بنت دخلت عندي اللي عندها النمره ديالي ديال الواتساب، دي دخلت لعندي وصورات لي الدره،
اللي ما عندهاش نمرتي دخلت عندي انستغرام وصورات لي الدره، شي كيقول لي ها هي هي اسماء الدره اللي درتيها، وحتى انا ديال ماما، ما كاينه شي وحده قالت لي هادي درتي، كل شي قال لي هادي الدره ديال ماما وانا ورثاها من عند ماما. اللي كيقول لها التليجه واللي كيقول لها الدره المبره، المهم كل واحد شنو تيقول لها. حتى حنا كنعيطوا لها التليجه، اما كنقولوا لها التليجه اما كنقولوا لها الدره ديال المبره، حتى حنايا هكاك بحالكم يعني. فريمون اللي عندها في المسكين اللي عندها في الكحل، الاغلبيه مصيفطه لي في الكحل بحال ديالي، يمكن جوج اللي مصيفطينها لي في المسكي في داك اللوين البيج المفتوح. ايوا المهم لاله بصحتكم وراحتكم. حنا ورطنا ورطنا الدره. انا دي كنت فاس وشو سميتو، وما كان عندي حتى شي حاجه، فعلى راسي وهزيتها صافي، ومن تما وهي بقات عندي. قالت لي صافي ماما غير خليها عندك، خليها عندك، وبقات عندي. ايوا يا لالا شنقول لكم صراحه، شي حاجه ديال ديال يعني ديال الكاليتي، وشي حاجه هكا والله العظيم الا ديال الدوام الصراحه. انا والله العظيم الا شحال هادي وهي عندي، راه من زمان الله وهي عندي، وبعد شحال ضربات عند ماما. ايوا هنايا كيف ما كتشوفوا مشيت عاوتاني صوبت البيت ديال البنات، قديتو عاود هبطت لهنايا لسفلي باش عاود نقادد الامور ديالي وهذا. المهم هنا ديجا راه البنات كاينين، راكم عارفين سبت واحد ما كاين قرايه، واثنين زيد عليها حتى هي لو 11 جونفي ما كايناش قرايه. ايوا المهم غير قادت يعني، ماشي راني البنات صوبت داكشي يعني من هذاك من القنات ومن هذا، لا والله العظيم الا غير قادت الدنيا باش ما تبقاش هكذا عندي مرونه وصافي. المهم هذيك اللحفه ما رديتهاش بلاصتها، لان تما كنجلس اريج كنعطيها لي جوي وكنجلسها تما تلعب، لان ما كتبغيش باش مرات تجلس بزاف في اليوبالا. ايوا هي هذيك، هادشي ما كاين. شنو هي لاله بغيت نقول لكم بالنسبه للبنات اللي سولوني على الماكينه ديال الماعن، وقالوا لي اسماء واش تنصحينا اننا ناخذوها؟ لا ما كنصحكمش انكم تاخذوا داك الماركه ديال بيكو ديال الماكينه ديال الماعن، لانها بعد شي مرات هي وكانتها، بعد شي مرات كتخرج لي الماعن، بعد شي مرات ما كتخرجليش الماعن. دونك انا حاولت انني نبدل جميع لي برودوي، راه بدلتهم، بعد شي مرات كتخرج لي الماعن. دابا انا اخر برودويات عندي الصراحه كيخرجوا الماعن، وبعد شي مرات كيخرج لي في الكيسان كيغسلوا الماعن، يعني ما بقاش عندي داك المشكل شحال هادي، ولكن الكيسان تيخرج لي فيهم في القاع ديالهم بحال كاين التراب، فهمتوا؟ بحال الا كاين التراب. دونك انا ما عرفتش واش من الماكينه اولا من الماء، ما عرفتش هادو، هادشي اللي بقى ما عارفاش. يعني الملحه كندير ديال فينيش، يعني دابا كنتبع لي برودوي كاملين ديال فينيش وصراحه مزيانين، ولكن بالنسبه للاخر الماء ما عرفتش واش السبب الماء هو اللي كيطلق داك التراب اولا هي، الله اعلم. مهم ما عرفاش، انا كنتمنى البنات ديالنا دول اللي عندهم لافيسيل وكتخرج لهم الماعن بلا هاد التراب يقولوها لي لتحت في لي كومونتير، باش نعرف واش من الماركه ديال بيكو اولا من الماء ديال الروبيني، يعني الماء اللي كتاخذوا اللي كتجبدوا. ايوا صافي هذا ما كان، هادشي اللي كان، هادشي شنو كنت سولتوني على الماكينه ديال الماعن. وبالنسبه لعاود البنات اللي قالوا لي الماكينه ديال التصبين واش صدقات لك مزيانه، واش كتخرج لك التصبين، واش الحمد لله في هاد الساعه راه كتصبن مزيان وكتخرج الطبايع وكلشي. زعما الصراحه واخا الحوايج كيبقاو فيها مثلا واحد المده ما كنمشيش نفتح عليها، ما كنلقاها لا ريحات، بعد شي مرات راه كتبي كيباتوا فيها، يعني كنطلقها في الليل وكيباتوا فيها، ما كيطلقوا لا ريحه لا والو، بالعكس كيبقاو ريحتهم فيهم ريحه ديال الصابون وزوينه، كيف ما تنشروا كيف ما زالوا من الحبل، يعني ريحتها كتبقى ديال هذا، كيبقاو مزيانين يعني ما كيضيعوش. اللهم لك الحمد ما شاء الله عليها، لا مشينا عينها وتصدقعوا ثاني غدا وقفالي. ايوا صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. دابا هنايا راني كنضربها واحد الشفيفه، غنجفف الدار كامله باش تبقى لي هكا نقيه، لانها ما جفتهاش وشو سميتو، وكان عندي الزطم ديال هكا الصبابط، حيت البنات راكم عارفين داخلين خارجين المدرسه، راجلي هادي كانوا عندي الطبايع وهكا، المهم زولتهم. وفي نفس الوقت البنات غادي نخرجكم، غادي نمشي انا وغزلان، راجلي غيمشي يوصلني عند، درت معاها نتلاقاو في المحل ديال طامو، وديجا طامو مسكينه راه جابت لي واحد الطبسيه البنات ما شهيتكم فيه دابا تشوفوه، هو هي هذيك. وغادي نمشيو نتلاقاو في المحل ديال طامو وغادي يوصلني لتما، دايرين غادي نخرجوا، غادي نمشيو القصري، ماشي القصري ديال فارس بالضبط، وانما في الاخر حدا هي ديك مور سوبر مارشي فين كاين الفران ديال الحبيبه، نمشيو عند واحد السيد تما دفعات عنده لي كويت وريدويات الرواقات. المهم
داكشي ديال الاخر ديال البيوت هادوك خلاص اللي معروفين تما، معروفين بالتوابت ديال الطلامط، وهذا دافعاهم وهتمشي باش تجيبهم الى لقاتهم واجدين. وفي نفس الوقت غادي نتشارك معكم داكشي اللي عنده ما شاء الله زوين وغزال ما شاء الله. صراحة عنده داكشي اللي بغى زعما الصراحه يصوب شي حاجه يمشي يصوبها على يديه، حسن ما يمشي يشري الواجد. علاش نقول لكم؟ لان كاين لو شوا، كاين اللوانات الديكورات كاين كل شيء. يعني مي كتمشي كتشري كتلقاي ماشي اللوانات اللي بغيتيهم طيحي فيهم، ماشي الاخر الزواقات اللي بغيتي، ماشي الديكورات اللي بغيتي، وانما مي كتمشي تطلعي الحاجه على يدك. واخا تقدر تطلع عليك غاليه تقدر تطلع عليك رخيصه، المهم انت وعلى حسب الثوب اللي اختاريتي. المهم هي دائما كتصوب عنده، وقالت لي يلا تمشي معايا. قلت لها نمشي معاك لان انا اصلا محتاجه انني نمشي نشوف حتى لختي. راه داك النهار كنت سولتكم البنات فاش كنت فاس على شي حد كتعرفوه تما فاس كيصوب هكذا الرواقات وداك الشيء ديال فين كيتباعوا، ماشي كيصوبوا، فين كيتباعوا واجدين طالعين. ايوا هي هذيك. المهم هنايا قلت غادي نمشي نضرب دويره منها انا نشوف داكشي اللي كاين منها، نتوما تشوفوا في نفس الوقت حتى اختي الا لقات شي حاجه تاخذها من هنايا نهبطها لها ولا نصوبها لها ونهبطها لها ولا المهم اللي كان. ايوا المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، ما تنساوناش من لايكاتكم، شكرا على الدعم ديالكم، خليكم في لا فيديو. انتما البنات صراحه طمو والله العظيم الا مشبعاني دجاج بالضغميره اللي الله يخطيها بعد الاول، وكنت كتوحم ما ديرش هذا الشيء كامل والله العظيم الله يخطيها والله يكبر بها ويا ربي يرزقها من حيث لا تحتسب ويخلي لها وليداتها، لان فريمون مادام انها غير تفكر فيا راه شي حاجه اللي هي كثيره كثيره. قالت لي شتي راه اون فوا كيكون عندي شي حاجه هكا ديال الكوموند ولا شي حاجه، قالت لي وكيكون هكا المهم اي حاجه مثلا غير الدجاج كدير لي غير هذا، كنتفكر دجاجه ديال اسماء يعني كتشري دجاج بزايد الله يعطيها الخير ويطول في عمرها ان شاء الله ويوقف لها مع وليداتها هادشي اللي كاين. وما شهيتكم البنات راه ما شاء الله عندها ماكله كتسطي تبارك الله عليها ونعم المراه. يلا حبوباتي تهلاو نمشي ندوز ناكل من بعد نتلاقى ايش محل ديال طابق دي الجيران شغلال انا عليا وانا في المكان في خلق حواليا مش عايز انت قاعدة معايا عينيك ليا مرايا يا اجمل مراية العين البنات. عند واحد السيد سميتو حسن اللي صوبات عنده غزلان الرواقات والكويطات وداك الشيء، هو جاي حدا الفران الحبيب في الشارع تما. المهم هنا كيف ما كتشوفوا هادو راهم رواقات، هادو كاملين راهم ريدويات اللوينات زعما اللي بغيتو. انا دابا اختي غادي تشوف هاد لا فيديو باش تستافد حيت انا دابا غادي تشوف وتقول لي اللون اللي غادي نختار لها والشكل اللي بغات. انا نوري لهم كل شيء، كاين شكيلات روميين مزيونين. مزيونين صوري لاختي ديالك. نصور لك ديالك. ها هو ديال غزلان، هذا هو ديال غزلان غزال ما شاء الله، راه بالمقلوب ياكي مقلوب هذا. مقلوب عين. ها هو الوجه ديالو هو هذا مزيون. هذا راه دارتو الرواق ودارتو كويت. هذا ديال وليداتها، هذا اللي فيه هذا الخضر والغوز والبلو سيال. تيتصوبوا هذا وعاد نوريهم لكم يجيو مزيونين. كاين هاد الشكالات هادو حتى هما كيجيو مزيونين. كاينين هادو هادو جايين دايرين هادو بحال ديال الكوزينه. لا ياك ديال الكوزينه. هادو ديال الدراري الصغار. هادو بشحال المتر؟ 45. 45 درهم المتر. زيونين أصبحت.
ثم صراحة كاين أنواع وأشكال وألوان مزيونين. كاين حتى لي كوات، كتقولوا لي صوب لكم الكويطات، كيصوب الكوات هانتوما. كاين هاد الشكالات عاود، كاين هذاك اللي جاي ديال لورغانزا يمكن كيعيطوا له ولا ما نعرف. كاين بحال هادو، هادو تا هما. طيحتي الطربوش ديالك؟ ها طيحتي طربوشك؟ هانتوما ها لي كولور في السامبل. كاين توب ديال الفوطه، ها هما، هذا راه توب ديال الفوطه البنات، راه كيفصل حتى الفويطات. نوريكم الفويطات، ها هما الفويطات، يعني شحال القياس اللي بغيتي، سواء كانوا هكا ولا كبيبرين ولا صغيورين. اللي بغى يفصل ها نتوما الخديديات، ها لي كوات كيف ما قلت لكم. شفتي كيفاش كيعمرهم، كيبطنهم من الداخل وكل شيء، ديال الدراري الصغار ديال الكبار. نوريكم لهيه حيت عنده جوج ديال ها هما، هاد عندو جوج ديال البيبان. شوف هادو كي جايين فنين، تا هادوك هادو طلامط، هادو طلامط البنات. باينين طلامطات. ما كطلعش الخدمة مزيانة، كطلعش الخدمة مزيانة. هادو كاملين اللي كنوريهم لكم دابا راهم ديال طلامط. كيخيطهم كيدير كلشي. قلتها له، قلتها لهم، قلت لي غادي تدخل شي سلعه اليوم ديال السلعه ديال الدراري مزيانه ان شاء الله. يعني اللي غادي تكون شي حاجه في الثمن بالنسبه لها كيعشروا داكشي اللي كاين دابا. هادو بشحال داير الثمن ديالهم؟ كيلوما هادو، هاد دابا كاين هادو اللي فيهم، هادو 82، هادو 80 درهم. 80 درهم فيهم دوبليون، يعني بحال كتشريه ب 40 درهم. فيه المنكب؟ اه لا فوالا. 82 يعني كتقسم، يعني كتقسم الطلميطه. فهمت. يعني كي بحال كيطيح عليك 40 درهم المتر. هي هذيك هاي داكشي اللي فيك، هادي غتكون ان شاء الله اليوم ولا غدا شي حاجه. هذا ليزر ديال الصيف، شي حاجه يعني دراري الصغار، شي حاجه يعني زوين. هذا زوين زوين بزاف. اوف الطرد هذا
شو هذا شحال زوين. بزاف غزال هذا، هذا فن. اه كاين شكون يقول لك هذا شي بحال ديال الكونات. اه دوين زوين ديال الكونه. هاد الكونه بزاف كاين بزاف. هذاك الشيء باش كيعجبني كنت طالعه فيها شويه الثمنات. خلينا نزعمو بيضا هو كاينه من دابا. دابا هاد الرواقات كاملين نفس الثمن 45 درهم كلهم. نعم مزيون جاي رويمي ليزار. هو واحد التوب ديالو يعني ماشي هذيك اللي كيكشاف ولا. يلا عاد دابا البنات جيت للدار ما بقيت شاركت معكم والو، تبقيت انا وياها شحال حنا كنهضروا وداك الشيء. المهم كيف ما شفتوا الصراحه عنده داك الشيء غزال غزال. دابا راني في الدار البنات عنده داك الشيء ما شاء الله زوين بزاف عجبني، سورتو بان غادي يدخل توابت اللي صراحه فنين ورويميين تيسطيو ان شاء الله باذن الله. ملي غادي يدخلهم غادي نوريهم لكم ان شاء الله باذن الله. المهم هذيك شتي داك البلاصه فين حدا قيصريه سفيراس يمكن كيعيطوا لها ولا ما نعرف. المهم حدا فراند الحبيب، هو اللي كي ما جايش في قلب القيصريه، هو جاي غير حدا فراند الحبيب. ملي كتهبطوا هكذا عليه كتلقاو على اليمن راه عنده جوج ديال المحلات. المهم راه ماشي اشهار، غير مشيت انا قلت لكم مع غيزلان حيت هي مصوبه عنده داكشي وصافي، ولكن صراحه عجبني داكشي ما كذبش عليكم، داكشي مزيون وباين بان داكشي طالع زوين، لان شفنا عنده شي حوايج مصوبهم يعني في التصاور كيبانوا واو واعرين. وكي قلت لكم حتى داكشي اللي صوبات غيزلان صراحه مزيونين. المهم عنده سورتو داكشي ديال الكوزينه كيس طيب كيس طيب، خاصكم تشوفوا منين كي يخيطوا ويفصلوا ويقادوا كيجي زوين، لا بالنسبه للرواقات لا بالنسبه هكا منين دلات فوق شي حاجه هكا تحطيهم مثلا اللي كيديروا من هذا الفوق الفراد ديال السريبتات. المهم داكشي نتوما اللي بغيتوا. المهم داكشي مزيون الخدا ديك كيف ما شفتوا كيعمرهم فوا كيعمرهم وكلشي وتجي غير تهزيهم يعني غير هزي وسيري فرشي سواء كان بيت النعاسه ديال البنات ولا الدراري ولا ديال لي بارون ولا مهم اللي كان. المهم صراحه داكشي مزيون، وانا قلت لكم عاد قالك عاد يدخل شي حاجه اللي هي مزيونه ورويميه، غير قالك شويه كتكون زايده الثمن على الشيء الاخر، لان دابا راكم كيف ما عارفين هما كيجيبوا التوابات من مليليا، ومليليا راكم عارفين حاليا كاين 19 وين فوا كيكون 19 يعني الثمن كيكون زايده. ما الصراحه قبل فاش كانت مليليا محلوله وكتخرج السلعه وداكشي كان ما شاء الله، وداكشي فيه المنكب راه مثلا كتقسمي على جوج مثلا الطلميطه مي كتشريها نقولوا مثلا الطلميطه كتقسميها على جوج كتخرج لك جوج ديال الطلامط. المهم راكم شفتوا داكشي صراحه مزيون. ايوا المهم حنايا هذا النهار تشاركت معكم شنو درت هذا النهار وصافي، وهنا وصلت للتالي ديال لا فيديو. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، صراحه ما كنسخش بكم ولكن خليكم حتى ان شاء الله نتلاقاو فيديو الجاي. كتب الله بيزو كبيره عليكم، ما تنساونيش ملايكاتكم. باي باي.